يعني اشكر الكابتن عيسى على الانجاز الجميل الرائع اللي هو عمله للاكاديميه، فتعتبر هذه الاكاديميه ان شاء الله اكاديميه من افضل الاكاديميات في مكه، وتعتبر ان شاء الله فخر، وتعتبر هي المدرسه الاولى الاكاديميات للانديه ولفرق الاحياء، مع انه اللاعب او الطفل اذا بدا من البدايه الصحيحه او اسس صح حيعطيك ان شاء الله في المستقبل، حيعطيك صح حيكون موهبه. احنا شفنا المواهب العالميه بدايتهم كيف كانت من الاكاديميات، وان شاء الله اتمنى للكابتن عيسى التوفيق، واشكر جزيل الشكر على الانجاز اللي عمله على الاكاديميه الجميله هذه اللي عملها.